صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا، مشاهدينا اللقاء الاول بيوم جديد. لليوم بجمعنا بأرلات تحنين رئيسة جمعية ومدرسة افانس لداء الصرع والاحتياجات الخاصة. بدي اقول لك صباح الخير واهلا وسهلا فيك أرلات. صباح الخير. اذا بدنا نعرف للناس عن الجمعية والمدرسة خبرينا اكثر. هي جمعية ومدرسة بتعنى باشخاص بيعانوا من داء الصرع، وهي هذه الجمعية الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا يلي عندها ترخيص لداء الصرع. هذه الجمعية والمدرسة، ليه جمعية ومدرسة؟ مدرسة لأن عندها ترخيص من وزارة التربية، وهي المدرسة الوحيدة بلبنان الحاصلة عليه. أي بقلبها نحن منعلم ومنأهل ومنطبب. في كتير أولاد من أهلهم رجعون على مدرسة عادي أكيد إذا كانوا قادرين. يعني خلينا نحكي أكثر عن الإنجازات اللي قمتوا فيها خاصة بالسنين الأخيرة، وأكيد مشكورين كلكم على جهودكم. يمكن حضرتك اليوم معنا، بس بدنا نوجه تحية من خلالك لكل فريق العمل يلي بالفعل من سنين لورا ولليوم واقفين حد كل الأشخاص اللي بحاجة لأنه تكونوا واقفين حدها، ومثل ما قلت مش بس بالتعليم، بالطبابة كمان. مزبوط. يعني إذا فريق العمل عن جد أنه ما كان بحبه لهالشخص أو بحبه لهالولد ما بيقدر يشتغل. تعذبت كتير يعني لقيناهم للفريق العمل. بعدين هو مؤلف من علاج لغوي، علاج نفسي، فيزيائي، انشغالي، نفسي حركي كمان، وكمان بقلب المدرسة كمان عنا نورولوج بتحكم، كمان عنا تكنيسيان بتخطط للرأس او جي اكيد بنقدم دون اي مقابل لكل الاشخاص الابيليبتيك. كمان في معلمات اخصائية كمان بيهتموا بهود الاولاد، وهود الاولاد نحن مستقبل من عمر من سنتين وعنا فوق الأربعين سنة. اللي بيجوا لعنا اكيد بعمر صغير بيكون عنا هدف انه نحن نأهل هود الاولاد، نشوف وين عندهم تأخر نأهلهم ونقدر نرجعهم على مدرسة عادي. أكيد إذا بس كان عندهم تأخر دراسي، بس إذا كان عندهم تأخر عقلي أو إذا كان عندنا أولاد فاتوا لعنا بعمر كبير، يعني أكيد ما فينا نأهلهم ورجعهم على مدرسة عادي. أكيد هؤلاء الأشخاص نشتغل معهم ومنفوتهم على أتوليه بروفيسيونيل. هون دور الأرجو اللي عندنا الانشغالي أنه تشوف أي مهنة هن بحبوها وهي تنمي لهم إياها. خلينا نحكي عن الصعوبات يلي قطعتوا فيها خاصة بآخر سنتين، وكيف تقدروا تتخطوا كل هالعقبات يلي وقفت بوجه مش بس جمعيتكم ومدرستكم بل كل الجمعيات والمدارس يلي واجهت بالفعل تحديات كتير كبيرة بالسنوات الأخيرة. كلنا بنعرف انه اذا ولد عنده حاجه خاصه، يعني ولد مقابل 30 او 40 ولد عادي بيكون، يعني هودي الاولاد قد ايه بحاجه انه نحن نقعد حدهم، بدهم وقت ليبلشوا يركزوا. كيف هلا انه في عندي كثير اولاد، انا مثلا اكيد اذا عم نبعث نحن اونلاين عم نفتح معهم او عم نبعث لهم دائما. في عندي كثير اولاد ما عندهم واي فاي، عندي كثير اولاد ما عندهم لابتوبات. عندنا كتير حالات اجتماعيه صعبه عندي بقلب المدرسه، يعني ما بتصور انا هالولد رح يقدر يقعد ويركز على اللابتوب. يعني اكيد بنكون عم نضحك على بعض. كانت كتير صعبه لقلنا، ونحن جربنا انه التلاميذ بدل ما يجوا 6 ساعات لعنا يجوا لعنا 3 ساعات، يرجعوا يفلوا، يكون عنا بين نص ساعة و ثلاث أربع ساعة لنطهر الصفوف وهيك، ويرجع يجوا أنه تاني قسمنا كل صف يجي بس 3 ساعات لعنا. أكيد هلأ عم نقسمهم ليجوا ياخدوا علاجات، لأنه علاجات ما فينا نعطيهم أونلاين مع الأشخاص طبعاً المختصين. بس صعب كتير، يعني أكيد كتير صعب لقلهم يعني هلأ بهيدي الظروف. أرلات رح نشوف سوا صور أنا وياك ونعلق عليهم أكيد من مختلف النشاطات يلي بتقوموا فيها، والصور اللي رح نشوفها عن الجوائز يلي حصلت عليها جمعية ومدرسة أفانس لداء الصرع والاحتياجات الخاصة. وأنا هيدي الصورة أنا تعينت سفيرة عالمية لداء الصرع، هيدي أخذتها. وبعد في جائزة تانية عالمية هودي حصلت عليهم هلا بال 2021،
وهيدي الجائزة هي الإنجاز الاجتماعي، هيدي كل سنتين بيطلع شخص واحد بالعالم، طلعت أنا امبارح، بعتولي التكريم، بعتولي اياهم بالبريد، سلمونا اياهم. بدنا نقول لك اكيد مبروك، يعني من خلالك بعتقد لبنان عم بيتكرم من خلال الجمعيه والمدرسه افانس اللي هيدي الصوره، في حد هيدي الصوره اللي ما رأيت، الصوره اللي ما رأيت قبل. نحن 7 أشخاص بالعالم نحط برنامج لداء السرع، أنا وحدة بيناتهم. هيدي هي الصورة. هيدي المدرسة عنا، هيدا فرع فرن الشباك، بعد عنا فرع بعلي كمان. هودي الأشخاص نحن يلي منحط البرنامج بالعالم. نعم أكيد، بعد ما خلصوا الصور رح نتابع الحديث معك أكثر عن المدرسة. مثل ما قلت لنا فرعين بلبنان. مزبوط، عندي فرعين بلبنان، عنا فرن الشباك وعنا بعلي، عنا 486 تلميذ بالمدرسة. مقسمين على الفرعين؟ مقسمين على الفرعين، اكيد مقسمين على الفرعين. هودي تلاميذ نحن لما بنستقبلهم بنقسمهم بصفوف حسب العمر وحسب المستوى اكيد التلاميذ. نعم. خبرينا اكثر ارلات، طموحات لقدام لهيدي المدرسه شو هي؟ بصراحة أنا فتحت المدرسة من وراء بنتي، بنتي هي وصغيرة صار عندها إبيلابسي، وأنا غيرت حياتي كلها يعني، وعملت كذا اختصاص من وراء ستيفاني، وانا بالنسبه لي صارت رساله عم حارب لوحدي لاخذ لهم حقوقهم لهود الاشخاص الابيلابتيك. حتى جربنا نعمل فيلم سينما سميناه لو كنت اعاني من داء السرع، هذا لا يعني انني مجنون. ليه سمينا هذا التيتر؟ لانه البلاك تبع المدرسه عندي هي افانس لداء السرع وذوي الاحتياجات الخاصه، كان في اهل يجوا ليسجلوا اولادهم عندي، اولادهم بس عندهم تاخر دراسي، قالوا لي عندك اولاد مجانين بس يقروا داء السرع. للاسف مجتمعنا كثير ظالم، ما بيعرف انه الاشخاص الابيلابتيك قدرت تعيش حياه طبيعيه، قدرت تكون بالمدارس العادي اذا عن جد المدراء بيقبلوا. انا لو مدراء مدارس قبلوا يستقبلوا لي بنتي هي صغيره، ما كنت انا فتحت، ما كان حدا يفهم علي، كان يقول لي بدك تحطيها مع اشخاص، مع انه ما بحبها يعني هالكلمه، بس انه عندهم اعاقات كثير كبيره. أنه الأشخاص الإبيلابتيك ما بتعرفين، ما بيبين عليهم، يمكن شخص يعمل كريس بالسنة، يمكن يكون عم بحكي مع حضرتك أعمل أنا هيك تكون هيدي كريس، حضرتك ما تعرفي أنه هيدي كريس. يعني عن جد مثل ما بقول دايما أنه مجتمعنا كتير ظالم، وللأسف ما في توعية عن الإبيلابسي. يعني عم جرب أعمل المستحيل، أنا صرت عاملة 7 مؤتمرات عالمية، وكنت انا مع حضرتك من سنتين وحكيت عنه هذا المؤتمر، كنا جايبين 17 حكيم من 17 بلد كمان كانوا موجودين مع الاهل، وعملنا توعيه عن الابيلابسي وهيك. هذه السنه اكيد ما قدرنا جبناهم، بس عملنا زوم، عملنا اونلاين يعني، وحكينا كمان عن الاشياء الجديده، كيف فينا نتعامل مع هؤلاء الاشخاص، كيف الاهل لازم يتعاملوا مع اولادهم، كيف لازم نحميهم من الكوفيد. يعني عم جرب قد ما في اني ساعد. وهلا كمان في ادويه كثير مقطوعه، حطيت انا انه على الفيسبوك وهيك، وبعثت لكذا حدا انه عم بقدر انا اعمل لهم كم دواء مقطوع كمان لهودي الاشخاص. من ضمن التحديات اللي عم تواجهوها حضرتكم كمان، لانه بنعرف مرضى داء السرع بحاجه لدواء بشكل مستمر. مزبوط. لمدى الحياه. قالت يعني كتير استغربت، مع أنه بعرف وأنا شخص كتير واقعي، بس مع كل التوعية اللي عم بتصير هيدا الأشياء اللي بتسمعوها، بعدكم عم تسمعوها يعني عن المرضى؟ بعدنا عم نسمعها، أكيد كتير بنسمعها كمان، لأنه إذا بنطلع بتلاقي في كتير توعية عن غير كايات، بتلاقي في توعية عن التوحد، بتلاقي أوقات في أشياء أنه في أشياء مهمة لازم نحكي عليها ما عم يتضوى عليها، انه عن جد يعني للاسف يعني عم جرب اعمل المستحيل، عم جرب وصل انه رساله عن هودي الاولاد، انه لانه كثير صعب، كثير عم يظلموهم.
للأسف بتمنى اليوم من خلال هذا اللقاء نكون ضوينا ووصلت الرسالة لكل الأشخاص يلي عم بتابعونا عن داء الصرع. بالختام إذا فيك تكوني عم تبعتي هيدي الرسالة تحديدا عن مريض الصرع أو مريضة داء الصرع لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا من خلال تجربتك مع ستيفاني بنتك. أنا بحب أقول للأهل أنه ما يستخبوا أولادهم، يفرضون على المجتمع عن جد، لأنه إذا هن ما فرضون على المجتمع، المجتمع ما رح يرحمهم. مش لازم نستحب أولادنا، مش لازم نخبيهم. إذا أولادنا بحاجة لمتابعة لمدرسة مختصة عن جد لازم يبعتون، لأنه للأسف أوقات بحطوا أولادهم بمدرسة عادي بس يدفعوا تما حدا يعرف أنه ولدهم عنده وضع. بدي أتشكر حضوري كتير معنا قلت حنان رئيسة جمعية ومدرسة أفانس، ومثل ما اسمها بيقول إلى الأمام دايما يا رب بكافة الدعم والنشاط يلي عم تقوموا فيه حضرتك وكل فريق العمل بالجمعية والمدرسة. يعطيكم ألف عافية مرة ثانية. مرسي مرسي وأنتم كمان. فاصل مشاهدينا ومتابع باقي لقاءاتنا لليوم معي أنا مرافقتكم من هلأ ولغاية الساعة 11:30. خليكم معنا.